حقيقة تابعت بتأثر كبير نداء هذه الأم الكريمة والسيدة الفاضلة، ولا يمكن لأي شخص أن يشاهد هذا النداء ولا يتأثر فيه حقيقة الأمر. والشيء الذي ترك أثرا كبيرا في نفسي هو أنها كانت حريصة على التسجيل في قرعة الحج 15 عاما على التوالي، ولم توفق في المرات السابقة، فما كان مني إلا أن أجيب نداءها وأجبر بخاطرها للوصول إلى منتهاها في أداء فريضة الحج لهذا العام بمنحها تأشيرة استثنائية من السفارة. والحقيقة أن عدد هذه التأشيرات محدود جدا، فنحن ملزمون بالتقيد بالحصة الممنوحة لكل بلد حتى يتمكن أكبر عدد من المسلمين في العالم من أداء فريضتهم. نعم تفضل. ما الذي ستقدمه السفارة لها كذلك؟ الحقيقة هذا متروك في حينها، يعني القدوم إن شاء الله موسم الحج بإذن الله إن شاء الله يكون خير بإذن الله. هل المنحة تشملها هي فقط أم تشمل كذلك المرافقين لها؟ الحقيقة هي هذا الأمر متروك لحينه، لأنه مثل ما ذكرت لك أنه عدد التأشيرات محدود جدا، فإن شاء الله عند قدوم الموسم يكون في الأمر خير بإذن الله تعالى. أشكرك جزيلا عبر الهاتف من الجزائر سفير خادم الحرمين الشريفين عبد العزيز العمريني، أشكرك. معنا كذلك ابنة الحاجة الجزائرية زهية. زهية أهلا بك معنا في هذه النشرة، يعني كيف تلقيتم خبر هذه المنحة التي منحت لوالدتك؟ في الحقيقة السلام عليكم، كانت فرحة لا توصف لا توصف، الكلمات ما نقدرش نوصف الفرحة هذيك بالكلمات ولا بالتعبير، كانت فرحة لا توصف، كأننا في حلم ماشي في الواقع. بعد 15 سنة من المعاناة، وكانت يوم القرعة كان يوم حزن، كأنه عندنا جنازة في البيت عندما ما تفوش في القرعة الحج. كنا نتأثروا جميع العائلة، الأبناء، الأب، نتأثروا كثيرا. والحمد لله الحمد لله خاصة بمثابة كان بمثابة كأنه واحد يقول لك راك دخلت للجنة، كأنه واحد يقول لك راك دخلت للجنة. سعد السفير نشكره كثير كثير، حقق لنا أمنية كانت ننتظرها منذ 15 سنة. أمنية كنا أمنية ما نقدروا نشروها بالمال، ما نقدروا نحققوها بأي حاجة. كان هذاك يوم القرعة ننتظروه وقلوبنا في كفنا كما يقولوا، ننتظروا الفوز تاعها، ونهاري ما تفوش تكون يوم حزني، تبكي كثير تتأسف كثير. لكن عندما سمعنا انه سعد السفير منح التأشيرة رديت لها الروح، رديت لها البسمة، كانت فرحانة كثير. نعم، الفرحة تاعها لا توصف بالكلمات. لو تصفي لنا زهية الفرحة هذيك، فرحنا كلنا الأبناء كأنها طائرة في السماء. لو تصفي لنا زهية يعني الخبر الذي تلقته والدتك، كيف تلقت هذا الخبر؟ يعني نريد كيف كان شعورها وكيف أحسستم بمشاعرها لحظة وصولها خبر قبولها بهذه المنحة؟ كانت فرحانة كثير، وكأنها تطير في السماء، كأنها تحبت تطير في السماء. بعد 15 سنة الفرحة تاع الحج كانت كبيرة كثير. سعادة السفير منحها فرحة اللي ما قدرش يمنحها منذ 15 سنة أي واحد. نشكره كثير وربي إن شاء الله يفتح له باب من أبواب الجنة، افتح علينا الباب. فرحنا نتمنى وإن شاء الله ربي يعطيه مقام عالي في الجنة إن شاء الله.